تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بعيادها الوطنية. ورفع سمو رئيس الحرس الوطني باسمه ونيابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني أسمى التهاني وأصدق التبريكات إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، داعيا الله جل شأنه أن يعيد هذه المناسبة المباركة الوطنية المجيدة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى مملكتنا الغالية وهي تنعم بالمزيد من التطور والرفعة والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.